ها هي انتفاضة تشرين تدخل شهرها الثاني بقوة سلميتها وإصرارها على إسقاط النظام في العراق على الرغم من ما تواجهه من قتل واعتقال من قبل القوات الأمنية والميليشيات المدعومة من إيران مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين من المتظاهرين في بغداد والمحافظات جعلت جدوة الحماس تتقد وتتسع بشكل كبير ما وضع حكومة عبد المهدي في حي بيص وتمخض جبل السلطة في المنطقة الخضراء ليلد خطابا لرئيس الجمهورية برهم صالح مليئا بالوعود التي جوبهت بردود غاضبة من قبل المتظاهرين الذين أكدوا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كل الطبقة الحاكمة وأحزابها لا أريد لا أريد أحزاب ما أريد 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 اللجان المنظمة للتظاهرات قالت في بيان لها ان حكومه المنطقه الخضراء تراهن على عامل الوقت لانهاء انتفاضه تشرين المطالبه باسقاط النظام، واشارت الى ان المنتفضين في عموم العراق سيفاجئون تلك الحكومه في الايام المقبله بخطوات سلميه اشد وانكى من التظاهرات والاعتصامات، كما اكدت اللجان على انه كان يتعين على ممثل مرجعيه النجف ان يندد بتصريحات خامنئي والمسؤولين الايرانيين الذين وصفوا المتظاهرين بالمشاغبين. ودعوا الميليشيات والموالين لهم في السلطه الى استخدام القوه لقمع المتظاهرين. من جهتها دعت مفوضيه حقوق الانسان في العراق الى التحقيق بالمواد المستخدمه في القنابل الغازيه المسيله للدموع التي تستخدم لقمع المتظاهرين مؤكده انها تحوي مواد حارقه وان التزايد المستمر في اعداد الضحايا دليل عدم جديه الحكومه في ايقاف العنف المفرط ضد المتظاهرين. أما وكالة فرانس بريس فقد قالت أن الحكومة في العراق تواجه شللاً في جميع مفاصلها مع دخول التظاهرات في البلاد شهرها الثاني مع الاستمرار في المطالبة بإسقاط النظام. منظمة العفو الدولية أكدت أن السلطات الحكومية في العراق تستخدم قنابل غاز من النوع الخطير لقتل المتظاهرين وأن عدم المساءلة عن عمليات القتل والإصابات غير القانونية على أيدي قوات الأمن يرسل رسالة مفادها انه يمكن القتل والتشويه دون الخوف من العقاب. عربيا لم يكن الموقف على مستوى الحكومات يتناسب مع طموحات المنتفضين في العراق في بيان متواضع ادان فيه البرلمان العربي قتل المتظاهرين المدنيين مؤكدا على ضروره احاله المتورطين في قتلهم الى القضاء. ويبدو ان التظاهرات التي اعادت بحسب مراقبينا الهويه الوطنيه العراقيه تتحلى بقدر عال من الوعي في شعاراتها وانضباطها ونبذها للطائفيه وتحميل ايران واذنابها مسؤوليه ما جرى ويجري للعراق